السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله رح ندير النشاط الثاني، هو أخطر فرضية تتعلق بمصدر الزلزال. رح ننجز واحد الفرضية هكذا بسيطة، ربما تشرح لك أو تبسط لك الشرح بمصدر الزلازل، وهي هذه ألف إنجاز التجربة. هنا ملاحظة فقط قبل ما نبدأ التجربة، أنه هذه تجربة عبارة عن نموذج، يعني نموذج فقط عن ظاهرة الزلزال أو كيفية نشأة الزلزال. أكيد في الواقع راه كاين اختلاف كبير جدا. التركيب التجريبي، راه نحتاج قطعة من البوليستيران، قطعة من البوليستيران، هذه البوليستيران راح نثبتها على لوح خشبي بواسطة مشد. يعني هذه البوليستيران راح نثبتها على هذا اللوح الخشبي بواسطة هذا المشد. أيضا حاجة أخرى، إني راح نربط هذه القطعة تاع البوليستيران بواسطة خلية كهربائية. لو نلاحظوا هنا كاين خيط أسود، هذا راح نربط بخلية كهربائية. الهدف تاعها إنه الخلية هذه إنه تحول لي هذاك القوة أو هذاك الضغط الله يسرى إلى تيار كهربائي. يعني لما تحول لي القوة الضغط إلى تيار، راح نحاول أني نشوف وش راح يحدث. ألف هنا الممارسة، يعني مانيش ندير في، لا أدير المشهد، مانيش ندير حتى قوة ضغط. هنا التمثيل التخطيطي أيضا ما كانش أي شيء. نتائج التسجيل، لا وجود لأي هزة أو أي تسجيل. ب أدير المشد بلطف، يعني راح نحرك هذا المشد الأسود لكن بلطف، راح ينثني هذاك البوليستيران. أكيد لو نلاحظ هنا نجد بعض الإعوجاج، يعني بدا هكذا يميل. هنا ضغط المشد، هذا الرسم التخطيطي، نلاحظ أنه كاين ارتفاع في الوسط، يعني راح كاين ضغط. نتائج التسجيل، راح نلاحظ انه بداية التسجيل خفيف، يعني هنا تسجيلات خفيفة فقط. جيم، ادير المشد بقوة فينكسر بوليستيران فجأة، يعني راح ندور هذا المشد الاسود بقوة فينكسر. لو نلاحظ هنا انه كاين انكسار، يعني كاين حاجة، يعني هذه قطعة البوليستيران راها تكسرت. هنا هذا الرسم راح الضغط اقوى للمشد، يعني هذه المنطقه شهدت ضغط اقوى، يعني انا راني ضغطت على هذاك المشد هذا الاسود. لاحظت هنا نتائج التسجيل، كاين تسجيل، كاين تسجيلات هنا، هو بالسهم لاحظت الانكسار، هذه لاحظت الانكسار، هنا هي لاحظت الانكسار. لو نلاحظ هنا نجد انه لحظة الانكسار هي بداية تسجيل الهزات او هذا التيار. لحظة الانكسار تاع هذه القطعة تاع البوليستيران هي بداية تسجيل التيار، هذا واش راني نلاحظ. نجيب على السؤال الاول، التجربة المنجزة بالبوليستيران لا تشكل سوى نموذجا لشرح ظاهرة. أكيد هي نموذج فقط، لكنها تبدي اختلافات بالنسبة للواقع، يعني هذه التجربة والواقع كاين بيناتهم اختلافات. ما هي هذه الاختلافات؟ اختلافات في الزمن، حيث الزمن في الواقع راح يكون فجأة، لكن هنا يعني احنا نتحكم في الزمن. ثانيا، القوة المسلطة سطحية، هنا القوة المسلطة سطحية، بينما في الواقع راح تكون قوى من الأعماق، من أعماق الأرض. الاختلاف الثالث، زيادة الضغط على المشد هنا أدى إلى انكسار قطعة بوليستيران، لكن في الواقع واش قلنا في الدرس السابق، ربما هذه القوى راح تمد لي انكسار أي فالق، وربما راح تمد لي التواء اي طير. يعني هنا الناتج كان انكسار، لكن في الواقع ربما يكون انكسار او التواء. السؤال الثاني، اشرح لماذا يمكننا القول
أن ظهور الفالق هو أصل تشوه الصخور. من خلال التجربة هذه نلاحظ أنه لحظة الانكسار، يعني لحظة ظهور الفالق، بدأ تسجيل التيار، مما يثبت أنه ظهور الفالق هو أصل الموجات الزلزالية، لأن هنا حدوث الانكسار أو ظهور الفالق هو أصل هذه التيار. ظهور الفالق هو أصل الموجات الزلزالية، لأن الفالق يصبح الفالق هذا راح وش يولي؟ يولي ميدان للبؤر. لما تصرع الانكسار راح تتشكلنا عدة بؤر، انه راح كاين حركة لهذو القطعتين، راح تتحرك هذه القطعتين، اكيد الحركة نتاعهم راح تنتج لي هزة ارضية وحركة. نشوفوا السؤال الثالث، بين العلاقة بين تشوهات القشرة الارضية ووجود نشاط زلزالي في بعض المناطق من الكرة الارضية. اكيد العلاقة بينهما علاقة ارتباطية، مرتبطين مع بعض، لان التشوهات الارضية، تشوهات القشرة الارضية هي ناتجة عن الزلازل، ناتجة عن قوة من باطن الارض. هنا راح نشرح الآليات التي تمثل مصدر الزلازل. عندنا أربع مراحل مهمة أو رئيسية. هنا هذا الشكل قطعة، يعني قطعة أرض زعما، يمثل هذا الشكل. هنا هذا سطح الأرض وهذه أعماق الأرض. كاين الرسم هذا اللي نقوله بلا كاين قوة، يعني راه الأرض تتعرض لقوة. تخضع الصخور في العمق لقوى انضغاط دائمة ناتجة عن حركات تقارب أو تباعد. هنا هذا القوى ناتجة عن حركات تقارب أو تباعد الصفائح تسبب تشوه، وتؤدي هذه القوى لتكدس الطاقة في هذه الصخور. هنا راح كاين قوى. المرحلة الثانية تنكسر، هذه المرحلة الثانية تنكسر الصخور، يعني هذه القوة أدت إلى انكسار الصخور. تنكسر الصخور في العمق على مستوى فالق فتنشأ موجات زلزالية على مستوى البؤر. هنا صرى الانكسار، صرى أكيد هذا يسموه ديكالاج، يعني ارتفاع وانخفاض، ما ولاوش على مستوى واحد. هنا هذه البؤرة، بؤرة قلنا تظهر على مستوى الفالق، لما تظهر البؤرة راح تظهر الموجة الزلزالية. ثالثا تنتشر الموجة الزلزالية في جميع الاتجاهات انطلاقا من البؤرة، هذه البؤرة وراح تنتشر الزلازل في جميع الاتجاهات، ما عندهاش اتجاه معين. المرحلة الرابعة وهي وصول الموجات الزلزالية إلى سطح الأرض. لاحظ هنا هذه الموجة الزلزالية وصلت إلى سطح الأرض، وأقرب منطقة لتكون عموديا مع البؤرة راح تسمى بالمركز السطحي. تبلغ الموجات الزلزالية سطح الأرض فتسبب هزات أرضية، لما تصل هذه الموجات إلى الأرض راح نحسه بالزلزال، وبالتالي خسائر أكثرها على الامتداد الشاقولي للبؤرة، أي في المركز السطحي، يعني هنا في المركز السطحي. لاحظوا أن هذا حدوث الفالق، موجة زلزالية. وإلى فيديو قادم إن شاء الله.